كمان هنروح مع حضراتكم دلوقتي لزميله عزيزه هي الاخرى موجوده في مقر موقع يلا كوره روزان نصر اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع سواء كانت المحليه او العالميه. وبالمناسبه هيكون كمان ليها لقاء مع منه عمر الصحفيه بموقع يلا كوره. صباح الخير عليكي وصبحينا على ضيفتك العزيزه، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواندي. يعني انا بقيت عايزه اقول بونجور يا جماعه، انتوا اكيد برضو شفتي بقى يعني عايزين نغير شويه بقى. من صباح الخير برنامج عالمي يا جماعه، نقول بونجور بقى عالمي على ارض المصريه. خدتي بالك من لقطه بونجور؟ طب انت بتاخدي بالك من اللقطه بتاعت كلمه بروتوكول بتطلع يعني منها ازاي؟ والنبي واحده بروتوكول للناس الحلوه اللي بتاكل. طبعا اتفضلي. بونجور عليكم يا جماعه، وكالعاده بقى قبل ما نروح لاخبارنا اليوميه هنروح لجدول مباريات النهارده الاربع 3 مارس في الدوري الانجليزي. كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في العاشرة وربع مساء، بيرنلي مع ليستر سيتي في الساعه 8 مساء، وشيفيلد يونايتد مع استون فيلا كمان في الساعه 8 مساء. هنروح بقى لعناوين اخبارنا وهنبدا بعنوان من موقع يلا كوره. رئيس اتحاد جنوب افريقيا: الجميع يعلم نادي القرن. كمان من موقع يلا كورة: مدير فيتا كلوب التأهل قتال مع الأهلي وسيمبا. ومن بوابة أخبار اليوم: اليوم المحكمة الرياضية الدولية تحسم مصير أحمد أحمد. وأخيرا من جريدة الشروق: اليوم في إياب نصف نهائي الكأس برشلونة يبحث عن ريمونتادا لإنقاذ موسمه أمام إشبيلية. تفاصيل الأخبار دي هتكلمنا أكتر عنها يعني صحفية موقع يلا كورة من عمر، برحب بيكي طبعا في البداية منا. يعني الخبر الأبرز اللي معانا النهاردة هو يعني المباراة القادمة للنادي الأهلي، كلمينا أكتر عن المباراة، شايفاها إزاي وعن استعداد اللعيبة. صباح الخير عليك يا روزانا الاول، وصباح الخير على نهواندو كريم وكل متابعي قناه النادي الاهلي. مبدئيا كده طبعا مباراه فيتا كلوب مش سهله خالص بالنسبه للنادي الاهلي. الاهلي هيواجه فيها عده تحديات. زي ما احنا عارفين الاهلي في المجموعه الاولى مع سيمبا التنزاني هو المتصدر، والاهلي وفيتا كلوب كل واحد معاه 3 نقط وبيتقاسموا المركز الثاني، والمريخ السوداني في متزايل الترتيب. بالتالي اول حاجه الاهلي هيبقى محتاج ان هو يفوز في الماتش ده علشان يفرق عن فيتا كلوب في عدد النقط. في تحدي تاني هيواجه الاهلي وهو الاجهاد، وده ظهر جدا على اللعيبه في الماتشات الاخيره، خصوصا قدام طلائع الجيش في الدوري وقبله مع سيمبا التنزاني في الجوله الثانيه من دوري الابطال. فيتا كمان بيستعد للاهلي بشكل جيد جدا، الفريق هنا بقى له اسبوع بيتدرب في القاهره، بيتعود على الاجواء اللعب، لعب ماتش امبارح ودي مع حرس الحدود عشان يحافظ على المستوى البدني للعيبه. كمان الاهلي بالنسبه لفيتا كلوب كتاب مفتوح، موسيماني بالنسبه له برده مدرب مش غريب، بالتالي هو هيركز قوي على انه يقفل مفاتيح لعب النادي الاهلي، سواء كانت كهرباء، سواء كانت محمد مجدي قفشه، حسين الشحات كمان اللي هيرجع يدعم الفريق بعد نهايه ايقافه. بالتالي الاهلي محتاج ان هو يركز جدا في المباراه بحيث انه يحقق الفوز، وبالتالي هيحسن مركزه في جدول المجموعه. طيب كمان معانا خبر عالمي بيتكلم عن محاوله برشلونه لانقاذ الموسم، يعني كلمينا عن رايك الفتره الاخيره في برشلونه، وهل فعلا هيكون في انقاذ لموسم برشلونه ولا لا؟ الحقيقه برشلونه عنده امتحانين صعبين جدا خلال 7 ايام. الفريق عنده مباراه النهارده الساعه 10 مع اشبيليه، اياب نصف نهائي كاس الملك، هو كان مغلوب اصلا في مباراه الذهاب 2-0. كمان 7 ايام يوم 10 مارس عنده ماتش تاني مع باريس سان جيرمان في اياب دور 16، وكان مغلوب 4-1 على ملعبه. بالتالي الوضع داخل برشلونه صعب جدا، خصوصا كمان مع التوترات اللي حصلت مؤخرا بعد القبض على بارتوميو رئيس النادي، وبسبب قضيه مواقع التواصل الاجتماعي ودخول الشرطه مكاتب كامب نو البحث عن الدلائل اللي بتدعم القضيه. فبالتالي كل ده هياثر على الفريق وهياثر على نتائجه، فاحنا ممكن نبقى قدام مفاجاه بخروج برشلونه من ماتشين او من بطولتين خلال اسبوع. يعني بنشكر جزيلا، شكرا جزيلا لصحفية موقع يلا كورة منى عمر، دي كانت تفاصيل أخبارنا النهاردة من موقع يلا كورة، شكرا جزيلا لكم وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر روزان زميلتنا العزيزة، وطبعا مينا ماهر زميلنا العزيز، شكرا جزيلا لكم.